السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل فرار جماعي لوزراء بن مبارك من عدن عقب استحواذ الانتقالي وحلفائه على الحقائب الهامة بالتعديلات الجديدة. وإلى التفاصيل. شهدت مدينة عدن اليوم الاثنين عملية فرار جماعي لوزراء حكومة بن مبارك وسط تصاعد وتيرة الأزمة السياسية بين القوى الموالية للتحالف هناك. وأفاد موقع عدن الغد الصادر من عدن بأن عددا من الوزراء والمسؤولين توجهوا إلى العاصمة السعودية مقر إقامة قيادة السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن، ووصف الموقع المغادرة الجماعية بالمفاجئة. في السياق، كشفت مصادر في مكتب بن مبارك كواليس المغادرة، مشيرة إلى أنها تأتي على خلفية إصدار الزبيدي قرار بتسمية عددا من قياداته كنواب لوزراء في حقائب هامة. وأشارت المصادر إلى أن قرار الزبيدي يخالف اتفاق الشراكة ويعزز صدوته على أهم الحقائب الوزارية على حساب شركائه في الأحزاب السياسية. وكان قرار الانتقالي الذي كان يفترض إصداره من قبل العليم قد تضمن تعيين 5 قيادات من الانتقالي لشغل مناصب نائب وزير في وزارات الخارجية والإعلام والإدارة المحلية وحقوق الإنسان ووزارة الشباب والرياضة، في حين تم تعيين قيادي اشتراكي نائبا لوزير النفط. وأثار قرار الانتقالي حفيظة قوى كالمؤتمر والإصلاح اللذان يشكلان ثقلا في السلطة الموالية للتحالف ويسعيان للحصول على مكاسب أكبر، خصوصا وأنه جاء في أعقاب خطاب لمحمد اليدومي أمين عام الإصلاح لوح فيه بالانسحاب من السلطة مع احتدام النقاشات حول تقاسم حصص النواب ووكلاء الوزارات. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.